أعلن مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود تخوض اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية للأردن. وذكر المصدر أن المواجهات أسفرت حتى الآن عن إصابة وضبط عدد من المهربين وأحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة، ومشيرا إلى أنه يجري حاليا صد المجموعات المسلحة ودفعها إلى الداخل السوري. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مراسلنا نايف المشاكبة. نايف، ضعنا في صورة هذه التطورات، خاصة بعدما كنا تابعنا أيضا عملية في اليوم السابق تم استهداف خلالها أيضا مخازن للمهربين. يعني وفقا للمصدر العسكري انه ايضا الايام الماضيه شهدت مثل هذه العمليات، اي محاولات التسلل والتهريب، ومما يؤدي الى اشتباك مع القوات المسلحه الأردنية. الجانب الأردني يرى أن الجانب الأردني لديه معلومات كاملة حول وجود شبكات لتهريب المخدرات، صناعتها، ترويجها، كيفية الأماكن التي يوجد فيها، لذلك يحاول هو بكل الوسائل والطرق الدفاع عن حدوده، والقوات المسلحة الأردنية تقوم بهذا العمل على أكمل وجه. الاشتباكات وفقا للقوات المسلحة الأردنية هي مستمرة من الساعة الثانية فجر اليوم السبت ولغاية هذه اللحظة، وتقوم القوات المسلحة الأردنية وتحديدا قوات حرس الحدود بملاحقة الذين يقومون بالاشتباك معها، وتم إصابة عدد من المسلحين وأيضا تم ضبط عدد آخر. من المهم التأكيد على أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء يوسف الحنيطي قبل يومين زار المنطقة هذه التي هي تشهد بين الفينة والأخرى اشتباكات، وأوعز رئيس هيئة الأركان الأردنية بضرورة دعم قوات حرس الحدود بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية، وأيضا تكون هذه الكاميرات لديها من القدرة على العمل في ساعات الضباب. نحن نعلم أن الفصل شتاء وأن تلك المنطقة هي إما أن تكون ذات أجواء ضبابية كثيفة أو أن تكون وعرة التضاريس، لذلك أوعز أيضا كذلك رئيس الأركان في أثناء تفقده للشريط الحدودي ببناء سياج إلكتروني لمنع كافة عمليات التسلل. هذه الاحتياطات تأتي من قبل الأردن بعد أن كثرت عمليات التسلل التهريب، اتخذت أشكال أخرى، كانت تقوم على عمليات تهريب مخدرات و محاولة إدخالها إلى الأردن أو إلى دول الجوار، تطورت في الأسابيع الماضية إلى محاولات اشتباك مستمرة، ويكون هنالك مسلحون لديهم سيارات مسلحة، أدى قبل أسابيع إلى مقتل عنصر من قوات أو أحد جنود قوات حرس الحدود الأردنية، وأيضا أدى إلى عدد من الإصابات. الجانب الأردني كانت هنالك اشتباكات ضبط عدد منهم، ولكن أيضا الجانب الأردني أيضا أبلغ المعنيين تحديدا في إيران عندما التقى وزير الخارجية الأردني نظيره الإيراني في جنيف قبل حوالي 4 أسابيع، وأبلغوا بأن ضرورة وقف عمليات التهريب، لأن الأردن لديه معلومات كافية أن هنالك التنظيمات التي تقوم بعمليات أو المجموعات التي تقوم بعمليات التهريب هي تتبع إما لإيران أو إما لميليشيات محسوبة على إيران. وقال وقتها وزير الخارجية الأردني لنظيره الإيراني أن عمان ستتخذ كل الإجراءات وتلاحق كل المتورطين والذين يقومون باستهداف الحدود الأردنية. الاشتباكات التي جرت قبل 3 أسابيع قالت عنها القوات المسلحة الأردنية أنها كان هنالك مخطط يهدف لزعزعة أمن واستقرار الدولة الأردنية، وكانت المضبوطات هي عبارة عن عدد من صواريخ RPG وأسلحة قنص وأيضا ألغام مضادة للأفراد، وكانت هذه يعني محاولات للمرة الأولى تصل إلى الحدود بهذا ما يشير إلى أنها تتجاوز عملية تهريب المخدرات. لذلك قامت الطائرات الأردنية قبل يومين بشن، وفقا لمصادر الجانب الرسمي الأردني لا الحكومة ولا القوات المسلحة تحدثت، فقط قال مصدر أردني لوسائل إعلام محلية إن طائرتان أردنيتان شنتا غارات على مواقع ومخابئ ومستودعات لمن يقومون بعملية ترويج المخدرات وعملية صناعتها ونقلها، وكان هنالك أشخاص معينين هم الذين تم استهدافهم لأنهم هم الذين يقومون بهذه بترويج المخدرات، ووفقا للمعلومات هم مرتبطين بتنظيمات محسوبة على إيران وحزب الله. شكرا جزيلا لك. عبر الهاتف كان معنا مراسلنا نايف المشاكبة من عمان.